خليل تونس باش نهزوكم معانا لولاية جديدة تم فيها تقديم مساعداتكم للناس اللي تستحقها. الانطلاقة كانت من مخازن جمعية خليل تونس مع 8 متاع صباح في اتجاه ولاية بنزرت، وبالتحديد منطقة حي حشاد والنفات. خليل تونس تحب تشكر كل اللي قدموا لها يد المساعدة واللي تطوعوا باش أمانتكم توصل للي يستحقها، وتقول لكم بارك الله فيكم ويرحم والديكم والله يرحم خليل.